أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: من تاب من الربا، من تاب من الربا، نعم، فهل يجوز له أن يعطي الفوائد لمن يريد العلاج بها؟ إذا تاب من الربا وعنده فوائد حصل عليها مجتمعة عنده، تخلص منها بوضعها بمشاريع عامة، وإن أعطاها للمحتاجين فلا بأس تخلصا منها، ما هم من باب الصدقة، بل من باب المال الضائع الذي ليس له مالك. أما إذا كان أنه تاب ويقول بأخذ الفوائد من البنك وتصدق بها، لا يجوز له. إذا تاب يتركها ولا يأخذها، لكن الكلام في من تاب وهي عنده تخلص منها بوضعها في مشاريع نافعة أو إعطائها للمحتاجين من باب التخلص لا من باب الصدقة. نعم.